فاجئت بصفقة رمضان صبحي. ساعتها بص ساعتها كان بقى انت عارف الانديه واللعيبه بقى نقعد نتكلم ان رمضان جاي، فانا ساعتها اتفاجئت بصراحه، اتفاجئت من قرار رمضان. يعني من اللي حصل نفسه ولا انتوا كنتوا عارفين قبلها ان بيراميدز بيكلم رمضان؟ انا عارف ان بيراميدز بيكلم رمضان، بس انا كنت ببص لها. اقول لك على حاجه، هو رمضان شخصيه نظيفه جدا وانا بحبه وعارف يعني، بس انا استغربت من قراره هو. يعني انا لو مقر رمضان، هو كل واحد ليه حساباته وكل بالزبط. واحد ليه تفكيره، بس انا صريح يعني، انا بقول لك حتى يعني رمضان انت النهارده كان عندك 24 سنه ولا 25 سنه لما جيت النادي، انت فاهم؟ انا لو مقر رمضان مش هعمل كده. ممكن وانا عندي 32 33 سنه اتكلم مع النادي واكسب النادي، ما فتحي مثلا عقده خلص ومشي كابتن عمر فتحي، شريف الكرامي نفس الكلام، فاهم؟ بس انا النهارده النادي الاهلي، نادي الزمالك، الانديه دي هي بتعمل تاريخ اللعيب، الانديه دي بتاخد فيها بطولات، ان الانديه دي بتعمل اسمك، بتروح منتخب، بيبقى ليك قيمه في الـ في الـ في, الـ في الكوره عامه. هو قرار رمضان وحر فيه، انا ما عنديش مشكله، بس احنا في مره من الطياره راجعين قلت له فانا بص يعني لما بسال عايز اسال عبد الرحمن حاجه هقولها لك، قلت له انت مشيت ليه من الاهلي؟ صريحه كده كده. لا رمضان شخص يعني رمضان اصغر مني مثلا بثلاث سنين او حاجه، بس شخص كويس وشخص هادي يعني. قال له والله بكري حاجات يعني احداث حصلت جوه النادي وكلام اتقال وانا اصلا ما كنتش عايز امشي، فاكتشفت فعلا ان ايه، ان هو رمضان في حاجات دفعته لكده ان هو يمشي، مش جوه النادي، حاجات هو اشخاص. لا 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 مش اشخاص، حاجات جوه يعني، هو عامل في حسبه عاملها او في حاجه عاملها وحاجه حصلت خليته ان هو يضطر يمشي. يعني مثلا انا موقفي لما جه حصل موقف معايا من شخص او حاجه حصلت قدامي حسيت مثلا ما تقدرتش في حاجه فخدت قرار ان انا امشي. فانا النهارده لما قال لي الكلمه دي ما رضيتش اضغط عليه، طب ايه اللي حصل؟ انا ما بحبش اعرف تفاصيل، بس انا عايز اعرف ايه يعني ليه يعني. وقال لي يا بكري والله العظيم ما السبب مادي خالص ولا اي حاجه والكلام ده كله، بس هو حاجه حصلت خلتني. قلت له خلاص الحاجه ترجع لك والله وبتاع، وان شاء الله كانت اول ما جه